السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس 19/5/2022، مباريات مؤجلة من جولات مختلفة. اليوم متابعين الكرام كان عندنا ايفرتون فاز على كريستال بالاس 3-2، أحرز أهداف ايفرتون الثلاثة مايكل كين في الدقيقة 54 وريتشاردسون في الدقيقة 75 وكالفرت في الدقيقة 85. هدفي كريستال بالاس عن طريق جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 21 وجوردان ايو في الدقيقة 36، والمباراة مؤجلة من الجولة 33. استون فيلا تعادل امام بيرنلي 1-1، احرز هدف استون فيلا ايمي بوينديا في الدقيقة 48، هدف بيرنلي عن طريق اشلي بارنيز من ضربة جزاء في الدقيقة 45. تشيلسي تعادلت امام ليستر سيتي 1-1، احرز هدف تشيلسي ماركوس الونسو في الدقيقة 34، هدف ليستر سيتي عن طريق ماديسون في الدقيقة 6، والمباراة دي مؤجلة من الجولة 27، أما مباراة أستون فيلا فهي مؤجلة من الجولة 18. متابعين الكرام خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين بعد هذه المباراة المؤجلة. متصدر الدوري الإنجليزي في المركز الأول مانشستر سيتي ب 90 نقطة، ليفربول في المركز الثاني ب 89 نقطة، تشيلسي المركز الثالث ب 71 نقطة، توتنهام في المركز الرابع ب 68 نقطة، أرسنال المركز الخامس ب 66 نقطة، مانشستر يونايتد المركز السادس ب 58 نقطة، ويست هام يونايتد المركز السابع ب 56 نقطة، ولفرهامبتون المركز الثامن ب 51 نقطة، ليستر سيتي المركز التاسع ب 49 نقطة، برايتون المركز العاشر ب 48 نقطة، برينتفورد المركز 11 ب 46 نقطة، نيوكاسل يونايتد المركز 12 ب 46 نقطة، كريستال بالاس المركز 13 ب 45 نقطة، أستون فيلا المركز 14 ب 45 نقطة، ساوثهامبتون المركز 15 ب 40 نقطة، إيفرتون المركز 16 ب 39 نقطة، بيرنلي المركز 17 ب 35 نقطة، ليدز يونايتد المركز 18 ب 35 نقطة، واتفورد المركز 19 ب 23 نقطة، نورويتش سيتي المركز 20 والأخير ب 22 نقطة. متابعينا الكرام بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين نجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول ب 22 هدف، في المركز الثاني سون هينغمين لاعب توتنهام 21 هدف، في المركز الثالث الدون كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ب 18 هدف، في المركز الرابع هاري كين لاعب توتنهام ب 16 هدف، في المركز الخامس جوتا لاعب ليفربول ب 15 هدف، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وساديو ماني لاعب ليفربول. المركز السادس جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي ب 14 هدف، في المركز السابع رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي ب 13 هدف، وويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس. المركز الثامن ايفان توني لاعب برنتفورد ب 12 هدف، وجارود بوين لاعب ويست هام يونايتد. المركز التاسع بوكايو ساكا لاعب ارسنال ب 11 هدف، وماديسون لاعب ليستر سيتي، وموسو ماونت لاعب تشيلسي، واول واتكنز لاعب استون فيلا، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي. متابعينا الكرام اما بالنسبه لصناع الاهداف، متصدر صناعة الاهداف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صنع 13 هدف، في المركز الثاني ترينت الكسندر ارنولد لاعب ليفربول لاعب ليفربول صنع 12 هدف، وعلى المركز الثالث روبرتسون لاعب ليفربول ايضا صنع 10 اهداف، مركز ثالث ايضا جارود بوي لاعب ويست هام يونايتد صنع 10 اهداف، وماسون ماونت لاعب تشيلسي، والمركز الرابع هارفي برنيز لاعب ليستر سيتي صنع 9 اهداف، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد. اشترك في القناه فعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. متابعينا الكرام كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.